كاظمة و السالمية. اللعب هذه على جهة اليسار سريعة وحلوة، ممكن يستغلها مبارك الفنيني. مبارك الفنيني بيحاول يغير رايه، يلعبها في الوسط وهاته وخذ معه كمال والله فيها وقفة. الحكم المساعد هناك واقف ما لم يطب جول. أول أول مبكر لم يتحرك الحقيقة. أنا أطالع اللي بوجهي على طول، المساعد الثاني ظافر الحجمي. على العموم هدف، شوف 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 لعبت بنيران صديقة، بنيران صديقة في فين العاجي مع أول ظهور له في الشتاء. الله 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 والله وضعها.